أحد الأخوة يسأل جنابكم ما هو الحكم إذا شك المصلي في الصلاة، هل توضأ قبل الصلاة أم لا؟ تفضل بجواب. بسم الله الرحمن الرحيم. في حكم الشك أنه هل توضأ أم لا؟ نعم. أدى الصلاة أم لم يؤديها؟ نعم. هنا نسأل. إذا كانت قبل الصلاة، قبل أن يؤدي الصلاة، فينبغي له أن يتوضأ احتياطا. وأما إذا لا صلى به، لاحظت، فللصلاة الأخرى يجب أن يتوضأ. أحسنتم.